أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. سنتابع في نشرتنا من الداخل جولة للمشاركين في منتدى الأعمال الفرنسي المغربي في دورته الرابعة لاكتشاف مؤهلات الجهة الاقتصادية. ومن غليميم اجتماع حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية. وربورتاج النشرة إن شاء الله سيكون من السمارة عن أشجار الطرح وأهم فوائدها الصحية والبيئية. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة المرحوم الفنان محمد اللوز الذي وفاته المنية أول أمس الأربعاء، وجاء في برقية جلالة الملك: علمنا بعميق التأثر بنبأ وفاة الفنان القدير المرحوم محمد اللوز، تغمده الله بواسع رحمته. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة الفقيد ومن خلالهم لأسرته الفنية الكبيرة ولسائر أصدقائه ومحبيه عن أحر التعازي وأصدق المواساة في رحيل فنان متعدد المواهب ساهم في إثراء الأغنية الشعبية المغربية، سواء بأسلوبه الغنائي المتميز داخل مجموعة تجاد التي كان أحد مؤسسيها، أو بما جاد به من قصائد زجلية مستوحاة من الموروث الشعبي الأصيل. تواصلت فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الأعمال المغربية الفرنسية المنظم بمدينة الداخلة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب. أنشطة اليوم تميزت بزيارة ميدانية لمجموعة من الوحدات الإنتاجية تهدف إلى إطلاع الوفد المشارك على مؤهلات الاستثمار الهائلة التي تتوفر عليها الجهة في عدة قطاعات. مزيد مع العلي حميد ومحمد يداس. زيارة ميدانية نظمت على هامش فعاليات ملتقى الأعمال المغربي الفرنسي بالداخلة لأحد أهم وحدات تجميد الأسماك بالمنطقة، اطلع من خلالها الوفد المشارك بالمنتدى على المؤهلات البحرية التي من شأنها فتح باب الاستثمار في قطاع الصيد البحري أمام رجال الأعمال. هذه الوحدة الصناعية جد متميزة وتظهر إمكانيات الجهة على مستوى مؤهلات الصيد البحري ومساهمته في الاقتصاد وعلى مستوى تثمين المنتوج وتحويل المنتجات البحرية، وذلك لتعزيز الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وتبني نظام اقتصادي مثالي لتحقيق التنمية. وشكل مركز الداخلة لتأهيل الكفاءات التابع لشركة فوس بكرة إحدى المحطات المدرجة ضمن برنامج الزيارة، حيث اطلع الوفد على خدمات هذا المركز الذي يسعى إلى تشجيع الشباب ومواكبتهم من أجل خلق مقاولات ذاتية تعود بالنفع عليهم كمقاولين وتساهم في اجتثاث البطالة بالجهة. نحن نزور اليوم مركز التكوين الخاص بمؤسسة فوس بكرة لنبرز للفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والمغاربة أيضا ما تختزنه الجهة من مؤهلات وكيف نواكب المقاولين على مستوى الجهة لتطوير منتجات موجهة للتصدير. نحن اليوم بصدد استقبال وفود منتدى ريادة الأعمال من أجل تبادل الأفكار والخبرات في مجال المقاولات وإنشاء الشركات. نحن في برنامج إطار برنامج مقاولتي، مشروعنا هو بيسكادور الداخلة اللي هو عبارة عن تنظيف وتتبيل السمك المتبل والجاهز للطبخ. منتدى الأعمال المغربي الفرنسي بالداخلة والذي تواصلت فعاليته على مدى يومين متتاليين سيساهم في إعطاء دينامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة من خلال استقطاب مستثمرين أجانب في شتى المجالات، كما سيساهم لا محالة في تقوية إشعاع صورة المدينة دوليا. تنمويا، شكلت تدخلات برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بجهة غليميم وأدنون موضوع أشغال اللقاء الجهوي السنوي الذي انعقد اليوم بغليميم، واستعرض محاور هذا البرنامج
الذي يجري تنزيله بأقاليم الجهة يستهدف الأوساط القروية بوجه خاص، برنامج يفعل شراكة بين جهة إقليمي موادنون ووزارة الفلاحة والصيد البحرية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للماء والكهرباء. تفاصيل اللقاء في متابعة حافظ محضار غالي القارحي ومحمد فاضل عبيد. لقاء جهوي لعرض محاور وتدخلات برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي على مستوى جهة إقليمي موادنون، برنامج يتوزع وعاؤه الزمني على سنوات 2017-2023، حيث خصصت له اعتمادات مالية تناهز 872 مليون درهم، سعيا للدفع بعجلة التنمية بأقاليم الجهة والاستجابة للخصائص المطروحة في عديد المجالات بالأوساط القروية، خاصة الشبكة الطرقية وخدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم. مجلس جهة إقليمي موادنون شريك أساسي في العملية من خلال المساهمة ب40% من قيمة الاعتمادات المالية. هدف من هذا البرنامج هو تقليص أولا الفوارق في العالم الاجتماعي في العالم القروي، ويعني الدفع بالتنمية في هذا المجال الترابي. تهم أو المجالات أو القطاعات التي تدخل في إطار هذا البرنامج هي خصوصا الطرق، الكهرباء، الماء، الصحة والتعليم. ولذلك كان اليوم تقديم البرنامج، تقديم الالتزامات، تقديم أيضا البرمجة الفعلية في كل جماعة. نرى أن هناك يعني طبيعة الحال طبيعيا من الطبيعي أن يكون الخصاص أكبر في المناطق القروية والجبلية كإقليم سيدي إفني. اللقاء استعرض جملة تدخلات البرنامج على مستوى كل إقليم على حدة، مع إبراز الحاجيات القائمة وتحديد التفاوتات المطروحة مجاليا على مستوى ربوع الجهة، ملاحظات بخصوص البرمجة والالتزامات، وتأكيد على ضبط كل التدابير والإجراءات المتصلة بالبرنامج لتسريع وتحسين وثيرة الإنجاز. اجتماع ديال اللجنة الجهوية اللي كتعلق ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي، وفي هذا الاجتماع تم الوقوف على المستوى ديال الانجازات فيما يخص برنامج البرامج 2017 2018 2019، وكذلك تم تحديد البرنامج ديال 2018، واتخذت واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي من شانها ان شاء الله غتحسن الوتيره ديال الانجاز ديال البرامج اللي تتنجز حاليا. تدخلات ومحاور هذا البرنامج ستشكل دفعة أخرى لوثيرة التنمية بالجهة والاستجابة لمختلف الحاجيات التنموية، خاصة بالأوساط القروية والنائية الممتدة بربوع الجهة. خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة تعززت بافتتاح المرفق الجديد للترويض الطبي التابع للجمعية المغربية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالسمارة عامل الإقليم، مرفوقا بالمنتخبين اطلع بمقر الجمعية على مجمل برامج الإدماج، خاصة تلك المتصلة بالإدماج المدرسي والمهني، فضلا عن خدمات الترويض الطبي. ورقة في الموضوع مع يوسف زعواطي ومبارك الباز. خطوات نحو الإدماج داخل هذه القاعة المسلمة حديثا بعد انتهاء أشغال التهيئة وإعادة التجهيز بالمعدات الموصى بها في مجال الترويض الطبي. تخطو طواقم الجمعية ومنخرطيها من الأشخاص في وضعية إعاقة خطوات حثيثة نحو الإدماج الفعلي لذوي الاحتياجات الخاصة. تجهيز هذا الفضاء بحلته الجديدة يعكس الاهتمام المتعاظم لمكونات المنظومة المحلية بالخدمات الموجهة لهذه الفئة. كنحاول ما أمكن نخدمه بأبسط طرق وأسهل طرق باش نسهلوا على الأمهات، نسهلوا على الأمهات ما يخلوا الحالات هكاك مطروحين في الدار ما يخدموا معاهم، كنحاولوا ما امكن نخدموا بابسط الامور، يعني حركات طبيعيه. كنعلموا الامهات اول حاجه، كنحاولوا نعلموا الامهات باش يخدموا هذاك الترويض في الدار، يعني ما يخيجونا حنا هون الترويض غير يعودوا يخدموا لهم الايام الثانيه اللي ما يجوني يخدموا لهم في الدار، يعني بابسط الامور. افتتاح المرفق الجديد للترويض الطبي توازيه حلقات متواصله للتاهيل وادماج هذه الفئه، وفي الاثناء يشرف عامل الاقليم والوفد الرسمي المرافق على تسليم الحقائب التربويه للمسجلين باقسام الدمج المدرسي والمهني المعده اساسا لاستقبال منخرطي الجمعيه. حاليا لنا السبق
على تقريبا جميع الجمعيات في أننا دمجنا جوج في التعليم العمومي، التوحد وكذلك الإعاقة الذهنية، والحمد لله راهم ماشيين في مسارهم مزيان متابعينهم. كذلك بالنسبة للترويض حقق نتائج جد متميزة، وهذه العملية كاملة كتصب في خلال خلق مؤسسة دائمة للاستمرار، يعني كتخدم المعاقل لمدة 20 سنة ولا 30 سنة من هالقدام إن شاء الله. ممكن كاينين الناس اللي عندهم إعاقة جسمي معامرهم مشاو مدرسة، حيت ما كان شال هذه فرصة باش يمشوا، ممكن ما عمرهم جربوا بشيتة وصباغة وعمل يدوية. وأنا بالنسبة لي أنا أعجبني ذاك شيء، وأنا قلت أنا بغيت نعطي الفرصة للناس آخرين اللي ما عمرهم كان عندهم فرصة باش يتعلموا شيء جديد. برامج واعدة ترعاها شركات مسؤولة تنشد هنا إحقاق رعاية اجتماعية متكاملة لكافة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فئة تشكل نسبة مهمة من الساكنة المستهدفة حسب معطيات الخريطة الإقليمية للهشاشة. إلى أخبار إلى مجالس المنتخبة، حيث عقد المجلس الإقليمي لطنطان دورة استثنائية خصص جدول أعمالها للدراسة والمصادقة على عديد اتفاقيات الشراكة. تفاصيل أوفى في متابعة حافظ محضر غالي القرحي وعبد الرحيم حاجي. أعضاء المجلس الإقليمي للطنطان خلال أشغال دورته الاستثنائية التي حدد جدول أعمالها في 6 نقاط استهلت بمصادقة الحاضرين على مشروع ميزانية 2020. أعضاء صادقوا كذلك على تخصيص اعتماد قدره 1,500,000 درهم لدعم الأنشطة المدرة للدخل في إطار تدخلات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تقديم عرض مفصل من قبل مكتب الدراسات حول مجموع المشاريع ذات الصلة التي ساهم فيها المجلس. أهم النقط التي تناقشت في هذه الدورة الاستثنائية، هناك النقطة الأولى هي مناقشة ومصادقة على الميزانية 2020، اتفاقية تسليم سيارة نقل مدرسي للجامعة تلمزون، وهناك اتفاقيتين تهم المشاريع المدرة للدخل، الأولى مع المبادرة الوطنية للتنمية المشارية اللي المبلغ ديالها 1,500,000 درهم، والاتفاقية الأخرى همت بين المجلس الإقليمي والعمالة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وهذه همت الفئة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة. والاتفاقية الأخيرة هي ديال الجمعيات المجتمع المدني، واحد المجموعة حدود 60 جمعية اللي دارت شراكة مع المجلس الإقليمي. الدورة عرفت المصادقة على تخصيص اعتمادات في إطار اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني قصد إنجاز مشاريع مشتركة. اتفاقية أخرى تهم تخصيص حافلة للنقل المدرسي لفائدة الأطفال المتمدرسين بجماعة تنبزون. أعضاء المجلس صادقوا كذلك على تخصيص 1,400,000 درهم لترميم الموقع التاريخي السفينة بوادي بن خليل. تم نقاش نقط بينهم، تخصيص مبلغ ديال 1,500,000 درهم للبرنامج ديال التنمية البشرية، و 1,400,000 درهم كذلك خصصت لمآثر تاريخية من بينها باطو اللي متواجد على واد بن خليل، ودعم الجماعة تلمزون اللي هي حافلة لنقل أبنائنا ديال المدارس، يعني لفك العزلة عن التلاميذ، والعدد ديال النقط اللي تمت مناقشتها. النقطة الجوهرية التي تم نقاشها اليوم وكنا كننتظروها، وهي كتعلق بحصيلة تمويل المشاريع، حصيلة تمويل المشاريع التي تعهد بها المجلس الإقليمي في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه الحصيلة هذه فعلا كنا كننتظروها، وكانت حصيلة يعني مهمة جدا، يعني من حيث يعني الأرقام ومن حيث أيضا المشاريع ونوعية المشاريع، يعني أنه كانت هذه المشاريع نوعية تمت برمجة منذ يعني هذا الاستحقاق منذ 2016 إلى يومنا، تمت برمجة مجموعة من المشاريع، هذه المشاريع ذات بعد اقتصادي اجتماعي محض. مجموعة ديال النقاط في جدول الأعمال من بينها المصادقة على مشروع ميزانية 2020 اللي كانت بعض الملاحظات على هذه الميزانية، وخاصة نقص بالذكر هناك الفصل الخاص بالتعويضات أجور الموظفين، لأن كاين واحد العدد ديال الموظفين لم يتم
يتم تسوية الوضعية الإدارية، ثم هناك فصل خاص كذلك بإقليم سيارة كراء سيارات، لأن المجلس الإقليمي أقدم على شراء واحد المجموعة ديال السيارات في 2017، وهذه السنة الحمد لله تم اقتناء واحد العدد ديال الآليات فيها سيارة الإسعاف، ولكن هذا الفصل هذا يجب يعني التغاضي عنه لأن في واحد المبلغ مهم. كذلك هناك مسألة ديال النقطة ديال الدعم الخاص اتفاقية شراكة مع جمعية المجتمع المدني اللي تخصص لي واحد المبلغ ديال تقريبا 2 مليون ديال الدرهم، 200 مليون. جدول أعمال هذه الدورة تضمن كذلك المصادقة على اتفاقيات شراكة بين المجلس وعمالة طنطان ومؤسسة محمد السادس للتضامن، يتعلق بتمويل المشاريع المدرة للدخل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. وصل مساء اليوم إلى مطار الحسن الأول بالعيون المشاركون في المؤتمر الدولي للحضارة بين الموروث الثقافي والتقنيات الحديثة، المؤتمر الذي ستحتضن فعالياته مدينة الطرفاية على مدى يومين، يعرف مشاركة كبيرة لأساتذة ومهتمين وباحثين من المغرب ودول أجنبية، ويرتقب أن يناقش المشاركون عددا من القضايا ذات الصلة بالحضارة والموروث الثقافي لدى الشعوب العربية. المؤتمر ينظمه المجلس الإقليمي للطرفاية بشراكة مع عدد من الفاعلين والمتدخلين. نبقى بالعيون، حيث اختتمت اليوم فعاليات لقاء العيون الأول حول المرأة ورهانة النموذج التنموي الجديد الذي ينظمه منتدى المرأة الصحراوي تنمية وديمقراطية. حفل الختام تضمن استعراض التوصيات التي خلصت إليها المشاركات في هذا اللقاء ضمن البيان الختامي. غالي الجارحي والمختار خيا والتفاصيل. عدد من التوصيات خرجت بها المشاركات في لقاء العيون حول المرأة ورهانات النموذج التنموي الجديد، توصيات لامست عددا من المحاور همت مكانة المرأة في المجتمع وسبل تعزيز هذه المكانة وتحصين المكتسبات، إلى جانب العمل على تعزيز مساهمة المرأة في إعداد البرامج التنموية. كما تمت الدعوة إلى إلاء أهمية خاصة لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل عملية إدماجهم والانخراط الفاعل في تدبير الشأن العام. لا لابلينياغ البارح، لا الورشات اليوم، المواضيع اللي ثارت فيها لمستوى النقاش اللي كان، للتوصيات اللي خرجت بها، يعني كلها كانت كتصب في يعني نقلة نوعية ومساهمة فيها من طرف النساء الصحراويات بصفة خاصة والمرأة على المستوى الوطني في هذا النموذج التنموي الجديد اللي نتمناو على أنه يكون قاطرة النمو ديال بلادنا ديال المغرب. طرق العديد أربع ورشات، الورشة حول تكافؤ الفرص والمساواة، ورشة المشاركة السياسية، ورشة تيسير تشغيل ذوي الإعاقة السمعية، ورشة حول الاقتصاد التعاونيات. مرقت بالعديد من التوصيات، ونتمنى إن شاء الله أن نحيلوا هذه التوصيات على لجنة المنتدى، وإن شاء الله تكون مفعلة في الأمد البعد القادم إن شاء الله. الحمد لله أبانت نساء العيون على كفاءتهن وعلى تحمسهن لإصدار العديد من التوصيات اللي هي الحقيقة كانت توصيات في مستوى التنموي اللي كان طمحوا له تحت الرعاية المولوية، وكذلك انسجاما مع الخطابات الملكية. اللقاء الذي جمع فعاليات نسائية من مشارب مختلفة توج عديد الورشات التي قاربت مواضيع تهم التجارب الرائدة للنساء في المغرب ونضال المرأة من أجل تكافؤ الفرص ومقاربة النوع وتثمين تجربة نساء الأقاليم الجنوبية في هذا المجال. إلى بوجدور، وفي إطار المحافظة على البيئة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا المجال، ترأس عامل الإقليم اجتماعا موسعا بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية قصد مناقشة الوضعية الحالية لعدد من الملفات والسبل الوقائية للمحافظة على الوسط البيئي بالإقليم، خاصة تلك المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء على مستوى الإقليم. بريغن العروسي ومحمد شار. في مسعى للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، تحدث مسؤولون محليون وعدد من الشركاء التنمويين خلال أشغال هذا اللقاء عن وضعية التطهير السائل بالمدينة
ومدى ملائمة محطة المعالجة ونقط تصريفها للقوانين المعمول بها في هذا الميدان. كما شخصت خلال هذا اللقاء عديد الإشكاليات المرتبطة بتنزيل تدخلات قطاع الماء بالإقليم، واستعرضت المجهودات التي قام بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب قطاع الماء بالإقليم، مع بسط للإكراهات التي لا زالت تؤرق الفاعلين المحليين والمنظومة التنموية عموما بالمنطقة وسبل التجاوز. نحن اليوم في إطار زيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه العادمة بمدينة بوجدور، ومن أجل الوقوف على مدى احترامها للمختلف الضوابط البيئية اللي كتعمل في إطارها، ومدى احترامها كذلك لكلناش التحملات المتعلقة بالمشروع. محطة معالجة المياه العادمة تعتبر مشروع كبير بالنسبة للمدينة، ومكنت من يعني تحقيق تطلعات الساكنة فيما يخص معالجة المياه العادمة. كما نتوفر على محطة معالجة المياه العادمة عن طريقة لاغيوناج ناتورال، هذه المحطة تشتغل وفق المعايير المحددة. كما أن منطقة أو محطة الضخ كذلك تشتغل بصفة دورية ومستمرة. وفي ختام أشغال لقاء أوصل الحاضرون بضرورة الحرص والسهر على الاشتغال الدائم والعادي لمحطتي الضخ والمعالجة، مع القيام بأشغال الصيانة لكل المنشآت مع أخذ جميع السبل الوقائية للمحافظة على الوسط البيئي. وأكد الحاضرون كذلك على ضرورة التعجيل بإعداد الدراسة التقنية للمنطقة الصناعية، مع ضرورة فصل شبكة المنطقة الصناعية عن شبكة التطهير السائل للمدينة. وضمن الأنشطة التوعوية بأهمية الحفاظ على المجاري البيئي، نظمت جمعية العهد الجديد للتنمية والمواطنة بالعيون لقاء تواصليا تحت شعار بيئة حياتي. اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع البيئة يأتي في إطار مشروع تشجيع الأحياء النظيفة من أجل تحسيس الساكنة بأهمية النظافة لحماية البيئة والصحة. كنا اليوم في واحد اللقاء التواصلي لجمعية العهد الجديد للتنمية والمواطنة بالعيون، وكان كتكلم على البيئة. كان استضفت واحد مجموعة من الأساتذة اللي فادونا فعلا بمجموعة من النصائح اللي نتمنى عن المواطنين يطبقوها في حي العودة، ورانا استفدنا بزاف، وكانت واحد الندوة في المستوى المطلوب. روبورتاج النشرة من السمارة، حيث يتميز الشجر الطلح عن العديد من الأشجار بفوائد صحية وغذائية مهمة، ما يجعله على قائمة أفضل الأشجار بالصحراء بحسب فاعلين ومهتمين بالحقل البيئي بمدينة السمارة. الروبورتاج من جماعة مقالة بضواحي السمارة حول الطلح وأهميته لأهل البادية، في روبورتاج محمد تروزي ومحمد مولود من لا يخاف. إلى أهم الوديان المجاورة لمدينة السمارة، وتحديدا هنا بوادي وينسلوان الشهير بهذه المنطقة، حيث استوقفنا الانتشار الواسع لأهم أشجار الصحراء، أشجار الطلح، الأشجار التي تتميز بطول أعمارها، بالإضافة إلى الفوائد العديدة الصحية وكذا الغذائية. المنتوجات الصحية لا تعد، والله زاد تعد، ولكن مهمة جدا. فيها يعني العلك المعروف، السمق العربي المعروف عند العرب، اللي هو فوائد لا تحصى ولا تعد في جميع الأمراض. ما نقدر نحصي العرض يا كثرت من الأمراض. فيها أمراض نقولوا له نحن أمراض تشنج، أمراض المعدة، أمراض الدورة الدموية، أمراض يعني الضغط، أمراض يعني هذا. وكذلك هناك ورق الطلح كذلك، ما اللي هو حتى هو منتوج ثاني طبي وغذائي كذلك. وقد دابت ساكنة الصحراء على معالجة أمراض جلدية وباطنية متنوعة منذ القدم من خلال السمغ وأوراق شجرة الطلح، شجرة ذات رمزية داخل الحياة بالصحراء أيضا، لكونها تساهم في توفير الكلاء للمواشي وتحملها لظروف الجفاف القاسية. هي الأولى على مستوى منطقة الصحراء هذه كاملة، ارتباط الطلح بالصحراويين وارتباط الصحراويين بالطلح، ارتباط ما عنده فصال، وارتباط هذه الشجرة بالكلاء وبالتنمية وخاصة الإبل،
عندها ارتباط وثيق بهذه الشجرة، تنمية الإبل ما تقدر تصيب عن الطلح في هذه الأرض الذي هي، والطلح له فوائد ورقه يستعمل للهضم وللمرض الجهاز الهضمي، وتعرفوا الناس كاملة تطحنوا وتعملوا وكل شيء، طلح معروف ورقه هذا، وعنده ملي الصمغ له فوائد كثيرة، فوائد عديدة قد لا تحيط بها مداركنا العلمية ولا ما عرفه أهل الصحراء في هذه الشجرة في أزمنة غابرة، لكنها تفرض كما يقول المهتمون بالبيئة بسمارة على زيادة الدعم والاهتمام بهذه الشجرة من أجل تثمين منتوجها وإعطائها مكانة متفردة وسط الأجندة البيئية للإدارة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لمحمد الروسي. نستهل قراءتنا بجديد الصحف من صحيفة الأيام، وكتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع: تنهمك الولايات المتحدة الأمريكية في إعداد مشروع القرار حول الصحراء المغربية الذي سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن للتصويت عليه نهاية الشهر الجاري، حيث من المرجح أن يحمل مجموعة من المتغيرات تصب أغلبها في اتجاه الطرح المغربي الذي أصبح أقوى في ظل أفول نجم البوليساريو التي تضررت كثيرا من الحراك الجزائري، مما أفقدها أحد أكبر داعميها في مجلس الأمن. وذكرت الأيام أن مصادر دبلوماسية كشفت أن من بين المتغيرات التي سيعرفها مشروع القرار الذي ستتم المصادقة عليه مطلع الأسبوع المقبل العودة إلى الصيغة القديمة بخصوص مهمة بعثة المينورسو، حيث ستتم إعادة تمديدها إلى سنة كاملة بعدما تم تقليصها في أبريل الماضي إلى 6 أشهر فقط. صحيفة جودة الإلكترونية كتبت: استغل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس احتفالات اليوم العالمي للأمم المتحدة الموافق لتاريخ 24 أكتوبر لتوجيه رسالة لبعثة الأمم المتحدة بالصحراء المينورسو، وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالته بالشكر لطاقم البعثة وتفانيهم في العمل، مشيرا أن التزامهم وتفانيهم يساهم في بناء عالم أكثر سلمية واستدامة. وأماط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الرسالة الإثام عن طموحه إلى تحقيق أقصى استفادة من خلال إطلاق أكبر مناقشة عالمية حول دور التعاون الدولي في بناء المستقبل المتوخى. صحيفة برلمانكوم الإلكترونية كتبت: تحتضن مدينة الداخلة في الفترة الممتدة ما بين 23 و25 من الشهر الجاري منتدى المغرب فرنسا للأعمال بتنظيم من غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بالمغرب وجهة الداخلة وادي الذهب، وعرفت هذه التظاهرة حضور أكثر من 250 فاعلا فرنسيا ومغربيا للمشاركة في هذا الحدث الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في الجهة. وقد تم التوقيع على اتفاقيتين تهم الأولى تطوير وتسويق المحطة اللوجستية القرقرات ببير قندوز، والاتفاقية الثانية تهم تطوير المقاولة الذاتية، ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على فرص الأعمال في جهة الداخل وادي الذهب مع المستثمرين الفرنسيين والمغاربة، كما سيشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لمقابلة الفاعلين الاقتصاديين وكذا قادة المؤسسات المحلية. صحيفة الأسبوع الصحفي كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع: كشفت جبوه الزبير عضو المجلس الملكي الاستشاري الخاص بشؤون الصحراء خلال افتتاح فعالية المنتدى الدولي حول تطوير المدن من خلال إدارة ذكية للموارد الطبيعية والبيئية واستخدام المعرفة عن مشاريع تكنوبول المجمع الشريف للفوسفات بفم الواد بإقليم العيون. وأضاف الأسبوع الصحفي بأن الزبير التي تشغل منصب رئيسة منتدبة لمؤسسة فوسبوكراع أن مشاركة خبراء وأساتذة باحثين وعلماء في مجال المدن الذكية سيمكن من ولوج عالم المعرفة وتهيئ مدينة العيون للالتحاق بالمدن العالمية التي تستعمل تكنولوجيا التحكم، وهو ما أبرزه خبراء من أمريكا وفرنسا بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية. وشكل محور التنمية إحدى أهم الأوراش والسبل لإعطاء إقلاع ابتكار تكنولوجي بمختلف أبعاده وتفريعاته. صحيفة لافي إيكو كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في واشنطن العاصمة يوم 22 أكتوبر 2019، ويندرج هذا اللقاء ضمن الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم إطلاقه سنة 2012 لتعزيز التعاون والتبادل في القضايا الاستراتيجية لكلا البلدين. ويرتكز هذا الحوار منذ إعادة هيكلته سنة 2018 بين رئيسي الدبلوماسية على 5 مجموعات.
صحيفة الأحداث المغربية كتبت: بعد الإشادة الواسعة بالجمعية العامة واللجنة الرابعة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي كآلية ذات مصداقية لحل واقعي في الصحراء واستلهام روح القرارين السابقين 2440 و2468 وبعد خلاصات الحوار الاستراتيجي بين المغرب وواشنطن ونتائج المشاركة المغربية في الحوار الروسي الإفريقي، تتجه الدبلوماسية المغربية لعاصمة الضباب لندن لتعميق هذه المكاسب. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة توجه إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة يكمل فيها جولة بين عواصم كبرى، حيث استهلها بالعاصمة واشنطن التي تباحث فيها مع وزير الخارجية بومبيو ومستشار الرئيس ترامب كوشنر وزوجته إيفانكا، ثم موسكو التي التقى فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وتأتي هذه التحركات تزامنا مع المناقشات الجارية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الصحراء والمشاورات الجارية من أجل البحث عن مبعوث جديد واستباق لطرح مشروع القرار الأمريكي على أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت في 29 من أكتوبر الجاري. تتحرك الدبلوماسية المغربية بنشاط لمواكبة الدينامية التي عرفها الملف في أروقة الأمم المتحدة، سواء خلال اجتماع الجمعية العامة واللجنة الرابعة وانتهاء بمجلس الأمن. عن سنان يناهز 84 سنة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد مبارك والحسين والبشير عبرات الفقيد، أحد أعلام المقاومة وجيش التحرير بوادنون والصحراء ومن كبار أعيان المنطقة وقبيلة أزوفيط. وكان المرحوم قد حظي بتكريم ملكي سامي بعد توشيحه بوسام من درجة قائد من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سليم حمو للحسين عن سن تناهز 70 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أيت بعمران. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عبد الودود والعمار والإبراهيم والحبيب والناجم عن سن تناهز 44 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أيت الحسن إنجورن. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة مريم من الداهي والمصطفى الفقيدة تنتمي لقبيلة توبالت. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس ليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع، نستهلها من مدينة الرباط و 27 درجة، أيضا بسيدي فني 31 درجة، بقريميم 35 درجة، أسا 33 درجة، الزاك والطنطانة 34 درجة، بيسمارة 34 درجة، أيضا بقبتة زمور 35 درجة، بيوم مدريقة 38 درجة، بيوسر 32 درجة بالداخلة. حالة البحر بالوجهة الأطلسية قليل الهيجان لا هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 8 ودقيقتان، أما الغروب سيكون على الساعة 7:10. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 38 درجة بكل من الوادي بون واكشوط، 36 درجة بزويرات، 28 درجة بتندوف. نشرتنا انتهت، وهذا تذكر لأهم ما جاء فيها. تابعنا في نشرتنا لليلة من الداخل جولة للمشاركين في منتدى الأعمال الفرنسي المغربي في دورتها الرابعة لاكتشاف مؤهلات الجهة الاقتصادية. ومن غريميم رصدنا الاجتماع حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية. وربورتاج النشرة من السمارة عن أشجار الطلح وأهم فوائدها الصحية والبيئية. الطاقمين الصحفي والتقني لهذه النشرة يتمنى لكل المشاهدين الآن نهاية أسبوع موفقة، ليلة سعيدة وفمان الله.